بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، الامتحان السادس الشامل من بوكلت أول إن وان. كل الامتحانات اللي فاتت يا شباب موجودة في بلاي ليست على القناة اسمها أول إن وان بوكلت. الحاجة التانية، لو أنت عايز الكتاب ده بي دي إف هتلاقيه موجود في وصف الفيديوهات اللي بنحل فيها الامتحان. وعايز أنوه إن أنا صورت الكتاب ده لأن هو مش موجود في السوق حاليا، وده بعد ما اتصلت بالمؤلف مستر نبيل موريس وقال إن هو مش موجود، وبالتالي اصبح من حقك انك تصوره كده يعني، او مش من حقك يعني، ممكن تصوره في الخباثه كده من غير ما حد ياخد باله وتعلن زي ما انا اعلنت كده وفضايح. اول سؤال، these antiques are extremely valuable. كلمه valuable دي معناها قيم، حلو. وبس قبل ما احلها عايزك تعرف ان كلمه valuables دي معناها الاشياء القيمه، دي بتساوي كلمه valuable things. عشان كده لما تكون في الفندق مثلا ويقول لك put your valuables، حط الفاليوبل بتاعتك in a safe place، في مكان امن. الانتيكات كلها ثمينه للغايه او غاليه للغايه او قيمه للغايه. السايمون بتاع كلمه فاليبل اللي معناها قيم، فاليولس عديم القيمه ملوش لازمه، ورثلس ملوش برضه لازمه، تشيب يعني رخيص، لكن تريجرد معناها قيم، ودي جايه من كلمه تريجر اللي معناها كنز. ولما تقول تريجرر، التريجرر ده وزير الماليه. طيب رقم اثنين، ذا بريزدنت اسكيبد ثرو ا سيكريت باسج، الرئيس هرب من ممر سري. Under earth يعني تحت الأرض. Underneath the parliament building، من تحت يعني أسفل مبنى البرلمان. عكس كلمة secret، secret يعني سر، يبقى عكسها confidential موثوق فيه يعني، known معروف أكيد هي دي، maestros يعني غامض، و classified يعني مصنف. يبقى أكيد كلمة سر عكسها معروف اللي هي known. It's not to offer your guests some thing to drink، من الايه انك تعرض على الضيوف حاجه يشربوها برضه، ما تسيبهمش قاعدين كده. It is customary، الاوبشنز اللي ممكن تكون في الجمله دي انك تقول it is customary، او انك تقول it is اما a او ذا بس custom، it is a او ذا custom. طبعا شاي يعني خجول، بايز نسام، وسيكريتيف معناها كتوم غير واضح يعني، بتساوي كلمه not open اللي هو ما بيحكيش لحد عن اسراره، ودي في القصه وممكن تيجي في الامتحان. I love sweets، بحب الحلويات. Do I especially chocolate، انا كمان زيك بالظبط خصوصا الشوكولاته. لو انت فهمت الامتحان اللي فات كنت بقول لك، لو انت بتقول مثلا I study English مثلا، وعايز تقول لي واحد بيقول لك انا بدرس انجليزي، عايز تقول له انا وكذلك انا، فنقول له so do I. عايزك تاخد بالك من اكتر من ملحوظه، اولا ان so لازم الاس تكون كابيتال لان دي جمله جديده، ثانيا ان انت خدت هنا do مش هتكون دايما do، احنا خدنا ده عشان هنا study. طب افرض هو قال لي studied في الماضي، فانت هتقول له سو ديد اي. طب لو اقول لك اي كان، يبقى سو كان اي، وهكذا. ده لو كان المعنى مثبت. طب لو المعنى منفي، يعني ايه المعنى منفي؟ انا بكرر في الحاجات دي يا شباب لانها ما بيجيش كتير في الاسئله فممكن تلخبطنا. لما حد يقول لك مثلا شي مثلا كانت كم، هي مش هينفع تيجي، مش عارف تيجي، فانت هتقول له بقى نيزر كان اي. عايزك تاخد بالك ان هنا في نقطه، ونيزر لازم تبقى كابيتال، واحنا خدنا كان لان الجمله اصلا فيها كان. طيب نرجع لموضوعنا، انت هنا بتقول لي سو مساعد فاعل. هنا قدامي دو اي المساعد الفاعل، فانت عايز سو يبقى سو. طب ما هي ليزر في الاختيارات ما تنفعش لان الجمله هنا مثبته. The smallest statue in the museum was a very fine too. التمثال اللي في المتحف الصغير عملنا له ايه؟ باداه صغيره جدا ودقيقه، اكيد نحتناه، ينحت يعني كارف. After not your examination، بعد ما تعمل ايه في امتحانك؟ ما تكمل امتحانك، put your pencils on the desk. خد بالك ان بوت فعل امر، وانا عايزك تفهم وتحفظ ان الامر ما يجيش معاه ماضي ابدا، الامر ده معاه مضارع بسيط او مضارع تام او معاه مستقبل وزي الفل. طيب هنا مثلا في الجمله بيقول لك after a your examination put your pencil، بعد ما تكمل يبقى after ing، يبقى after completing. طب انا عايز جمله سليمه، يبقى after you complete او after you have completed. I don't have a lot of time to stay، ما عنديش وقت يكفيني ان اقعد معاكم يا جدعان، مش فاضي. But I will make an not at the party، لكني I will make an appearance. Make an appearance ده مصطلح عدينا عليه قبل كده مره في كتاب العمالقه. طب معناه ايه من الاخر كده؟ انت معزوم في فرح وانت مش فاضي تروح، بس انت لازم تروح عشان توري الناس يعني، وتروح خاله، فبتروح تسلم على الناس وتمشي. دي بقى بيسموها make an appearance، في مثلا مناسبه وانت مش فاضي فبتروح تظهر في لحظه كده وتسلم على الراجل وتخلع، ده اسمها make an appearance، معناها يظهر نفسه لفتره قصيره. I was made من غير ما اكمل يا مستر، والله ما دام في فيرب تو بي وبعدين ميد يبقى انا عايز تو الفعل في المصدر، يبقى تو دو. I was made to do the homework again. I had no choice، ما كانش قدامي اي اختيار. choice معناها اختيار او خيارا يعني. I had a note with the dentist، انا عندي ايه مع الطبيب الاسنان. I think I will have two teeth filled، اعتقد انها احشي سنتين اتنين يعني.
المهم يبقى انت عندك موعد. كلمه موعد يعني appointment دي لها معنيين، عايزك تركز، معناها موعد ومعناها تعيين. 10 she not caught her bus because she would have been here now by now. هي ايه الاوتوبيس بتاعها؟ لان هي كان المفروض هتبقى هنا دلوقتي. يعني معنى كده ان هي لحقت ولا ما لحقتش؟ اكيد ما لحقتش. طب انت ايه اللي عرفك؟ انت بتقول لي هي كان المفروض تبقى هنا دلوقتي بس هي ما جاتش، يبقى اكيد ما لحقتش الاوتوبيس، يبقى كانت هاف كوت. ان ماي سيرفي، في الدراسه اللي انا عملتها والاستطلاع، واخد بالك سيرفي ممكن نقول دو ا سيرفي، كونداكت ا سيرفي، اي ونت تو فايند ذا اي اوف كمبيوترز اون اس، انا عايز اعرف الاي بتاع الكمبيوترات علينا. دايما ذا بعدها بيكون يا شباب اسم دايما، يبقى انت عايز تعرف ذا افكتس، يعني ايه ذا التاثيرات يعني. وبدل ذا افكتس كان ممكن نقول ذا امباكت اللي هي تاثير برضه، لانها كلمه امباكت اسم وفاعل. وممكن كنا قلنا انفلونس اللي هو التاثير برضه، الثلاثه كانوا ينفعوا. طب افكتيف اللي هي رقم بي معناها معناها مؤثر او فعال، افكت يعني يؤثر على. هي از اون تايم وي وونت بي ليت فور ذا ميتنج، هو يجي في الوقت المحدد احنا مش هنتاخر. يبقى لو هو جه، طب لو يعني ايه؟ بروفايدز دي مش موجوده، خد بالك هو حاطها لك هنا كطعم، المفروض ناس بروفايدد او بروفايدنج، لكن بروفايدز لا. از لونج از اللي معناها لو، طب انلس اللي معناها لو لم، خد بالك از لونج ما تجيش من غير از لونج از. يبقى انا كده انت قلت لي لو هو جه في الوقت المحدد احنا مش هنتاخر. It is natural, it's natural to have a on your face due to old age، طبيعي انك يكون عندك ايه في وشك لانك انت كبرت في السن. اكيد رينكلز اللي معناها التجاعيد، خد بالك انكل ده اللي هو الكاحل اللي هو الحته اللي في رجلك دي. Everyone should learn from mistakes، هنا بقى في مشكله والجمله دي فيها مشاكل عقيمه. بدايه الجمله دي انا هقول لك على حاجه كده بس عايزك تركز معايا. ممكن اقول لك everyone should learn from، عايزك تعرف ان her تنفع وhis تنفع وzir تنفع. كتاب المدرسة قال دي، يبقى انا احط عند دي اربع نجوم واقول لك دي جميلة وحلوة ومحترمة وما تاخدش دول. طب افترض يا مستر ما جابليش زير، يبقى انت تختار واحدة من الاثنين دول اللي تكون موجودة. طب انا في الاختيارات رصهم لي هم الثلاثة، خلاص انا هحافظ كتاب المدرسة عايز زير، شكرا قولا واحدا. The spirit of A in your team learners in you in our young learners، النظر راح، should be inspired، روح الـ A في متعلمين الصغار يجب أن تلهم، creativity اللي هي الإبداع، defeatism اللي هي الانهزامية، حاجة وحشة طبعا إن عيال يكون متشائم، gravity اللي هي الجاذبية، escapism دي يا شباب اللي هي الهروب من الواقع بالتسلية، ده نوع من أنواع الأدب زي crime fiction كده اللي هو أدب الجريمة. When we were young، أيام ما كنا صغار، every day سها كل يوم سها by mother to prepare dinner، كل يوم سها كانت بتختار في الماضي ازاي؟ انت بتقول ايام ما كنا صغار، يبقى ماضي بسيط مجهول يبقى was chosen. طيب that team never lose، الفريق ده يا جدعان ما بتهزمش ابدا، they are not for more than a year، الفريق ده عمره ما اتهزم بقاله سنه، يبقى undefeated يعني لم يهزم. defeatist يعني انهزامي، طول النهار يعيط ويقول لك الدنيا باظت. defeated معناها انهزم ومعناها هزم. طيب طبعا دي فورست، دي من ديفورستريشن هو التصحر يعني. 18 all the students on the new school rules، كل الطلاب هيتفقوا هيوافقوا او وافقوا على القوانين الجديده. بالعربي كده لما تقول كل الطلاب على القوانين الجديده، معنى كده القوانين دي تم تشريعها والناس عرفوها فبقى يقبلوها او يرفضوها، وما دامها قوانين اتعملت فكلهم وافقوا عليها فالجمله ماضي اجريد. بس انا شايف ان مش من الحكمه ان احنا نستخدم ويل اجري. طب انا ممكن اقول لك ما هو كل الطلاب سيوافقون على القوانين الجديده، عادي هم لسه ما عرفوهاش بس هم مسالمين يعني. لكن المنطق ان احنا نقول كل الطلاب وافقوا لانهم شافوا القوانين بالفعل. She spoke clearly، اتكلمت بشكل واضح and fluently وبطلاقه. The job interview على مدار المقابله، على مدار او طوال فتره يبقى throughout. The guard was attentive. He prevented the robber from breaking into the bank. الحارس كان نبيه يعني منتبه، هو انقذ السرقة بتاعت البنك، يبقى اكيد او منعها يعني. ده طبعا اكيد وين. طب ليه مش افتر؟ افتر يعني بعد ان، يعني هو كان منتبه بعد ما انقذهم بعد ما منعهم. ولا اون، اون دي ما ينفعش بعدها جملة سليمة، عايز اي ان جي. during ما ينفعش بعدها جملة سليمة، عايزة بعد اسم. يبقى كده الجملة اصبحت الحارس كان منتبه عندما منع. those workers need some aid to cope with new requirements، هؤلاء العمال محتاجين بعض الايه عشان يسيروا المتطلبات الجديدة، اكيد محتاجين ريترينينج اللي هو التدريب. طب اووردز يعني جوائز، ولا ميتشورينج اللي هو انك تكمل نضج يعني، وامبلوينج توظيف. وايل ايه ذا كاربتس ذا بيل رانك،
اثناء ايه استجاب الجرس ضرب. هو مين اللي ضرب الجرس؟ طب مين اللي كان بينظف؟ انا. الفعلين مختلفين يبقى ما ينفعش استخدم فعل مضاف لاي ان جي، يبقى وايل اي ووز هوفرنج. ااكد عليه تاني، لما يكون قدامك وايل اي ان جي واي ووز واي ان جي اعمل حسابك، لو الفاعلين واحد نحذف، للفاعلين مختلفين ما نحذفش. وهنا قدامي هنا البيل، الجرس ده فاعل وانا فاعل تاني. A lot of viewers complained، كثير من النقاد يعني اشتكوا، that there was too much blood and in the film، اشتكوا ان كثير من الدم والعنف، العنف اللي اسمه فايولنس. لكن هو ممكن يقول لك ان النقاد اشتكوا because the film was violent، يعني كان عنيف. On hearing the good news، بعد ما سمعنا الاخبار الجيده او سمعت الاخبار الجيده، ايمان هير بيرنتس اتصلت. هو ايه اللي حصل؟ سمعت الاول وبعد ما سمعت وكده فرحت لوحدها اتصلت، يبقى الاتصال ده حدث ثاني فنستخدم ماضي بسيط. The place flags were the palace flags، اللي هي الاعلام اللي في البلس اللي في القصر كانت كلها هاف. لو انت فاكر المصطلح ده اسمه ات هاف ماست، تاني مره قابلنا وكان قابلنا قبل كده في كتاب اي 1 تريجر، والمصطلح ده معناه ان الاعلام منكسه يعني مش مرفوعه، بسبب ان كان في مورنينج يعني حداد على حد ميت. ات نوت ذات، ما دام في ات ذات فانت حضرتك مستني فيرب تو بي وباست بارتيسيبل، مستني حاجه من الاثنين دول مع ات ذات، فيرب تو بي وباست بارتيسيبل، او انك تستخدم هاز بين وباست بارتيسيبل. طبعا هاز ريبورتد عايزه بين، وريبورتد عايزه برضو نفس القصه، از ريبورتد او هاز بين ريبورتد. طب از ريبورتنج لا، عايزين ريبورتد، يبقى الاجابه رقم بي، وده معناها يقال يورد في الاخبار بان. زينب اسكت ساره وات نو دوينج ات 6 اوكلوك ذا بريفيوس داي، سو زينب سالت ساره ماذا كانت تفعل الساعه 6 بالامس. طيب عايزك تفهم لما تقول الساعه 6 امبارح يبقى ده المفروض انه ماضي. طيب was she، انا عايز يا مستر بعد استفهام عايز الفاعل، وبعد الفاعل فعل مساعد، فانا هنزل على بدا بوز ده اشيلها لانها بدا بفعل مساعد، والباقيين كلهم بادئين بفاعل. حلو حلو. طيب ثانيا هنا الفعل مضاف له اي ان جي فما ينفعش اقول شي وود دوينج. ثالثا هاد لازم بعدها البص بارتيسيبل. شوف انا بعمل ايه، انا بشيل الاجابات من غير ما اكون عارف الاجابه اصلا وتلاقي الدنيا ماشيه. يبقى كده زينب سالتني ماذا كنت افعل، يبقى ماضي مستمر. 28 ان وات از ا ديفايس، عباره عن ديفايس يعني جهاز، وكان ممكن نقول ست ذات سندس اوت اوت راديو ويفز، بتبعت اشارات الراديو. اول ما تلمح كلمه راديو دي شبه على الرادار، بس كمل برضه القراءه عشان تجد المكان والسرعه. خد بالك الرادار ده بيركز على حاجتين، البوزيشن والسبيد، المكان والسرعه. اير بوليوشن اور ووتر بوليوشن از، يبقى انت كده ما ينفعش ناخد اول. ليه؟ لان اول عايزه جمع مع جمع، بوث بيجي معاها حاجتين بس جمع برضو، اتش لازم بعدها اسم اتش اسم بوي اسم مفرد زي اتش بوي اتش ستودنت واتش ستوري. طب ما هو ده اسم مفرد، بس ينفع تقول لي كل الهواء تلوث الهواء و او تلوث الماء؟ الطبيعي انك بتقول لي سواء، اللي هي ايزر، سواء تلوث الهواء او تلوث الماء، هما الاثنين بيسببوا سيركيولاتوري ديزيز ان ذا اريا، بيسببوا امراض منتشره يعني في المنطقه. ان هير لاست ارتكل، في اخر مقال، وانتبه ان كلمه مقال ارتكل دي معناها ادوات زي اداه زي ا وان وكده، وكلمه ارتكل معناها سلعه. اور وور ريبورتد ان انكريزنج او انكريز ان فايتنج، اثناء الحرب او في الحرب الاخيره في المراسلين بداوا يكتبوا تقارير عن زياده الوفيات، او المهم المراسلين اللي هم اسمها كورسبوندنت اللي هي رقم بي. يبقى في ان هير لاست ارتكل، في اخر مقال كتبته المراسله بتاعتنا، كتبت ان في زياده في القتال. نبدا بعد كده في القطعه. قطعه طبعا انت عارف قطعه بتكون من الاسئله السهله، بس عايزه واحد يقرا كده ويستعين بالله. Throughout the history there have been reliable reports، اثناء التاريخ على مدار التاريخ كان في reliable reports، فكان في تقارير موثوق فيها on dolphins playing with people and helping them، مع عن الدلافين اللي بتلعب مع البشر وبتساعد البشر. The earliest accounts are from over 2000 years ago، اول تقارير ظهرت كانت من 2000 سنه. There is no doubt that many dolphins are interested in people، محدش ينكر ان الدلافين دي بتحب البشر، هم اصدقاء البشر. They often seek a human companionship، دايما هم بيأملوا في مصاحبة البشر وبيستمتعوا باللعب الكورة مع البني آدمين، and like being petted، وبيحبوا ان هم البني آدمين يدلعوهم كده ويطبطبوا عليهم. However their life saving is perhaps not due to concern for us، للأسف اللي بالرغم ان هم بيحبونا ومخلصين عشان احنا ما بنهتمش بيهم وبنحاول ننقذهم، but is a result of the fact that they naturally support a sick brother to keep him near the surface so that they can breathe. بقول لك ان الـ ان الـ ان بتاع ده الدولفين ده ممكن
بشكل طبيعي، حاجه في طبيعه عندهم ان هم يساعدوا المريض منهم، الدولفين المريض يعني، ان هو يطلع فمه من الميه عشان يتنفس. When they help a human, perhaps they are just doing what comes naturally. فهم لما يساعدوا البني ادمين اللي يكونوا بيغرقوا، فهم اصلا بيعملوا كده طبيعي مع بعض، فبيعملوا كده معانا برضو عادي، متعودين يعني. Their intelligence is difficult to determine. بصراحه مستوى ذكائهم صعب انك تحدده. We qualify animals as intelligent if they can do things we can ourselves as humans or are good at. احنا ممكن نحكم على الحيوان ان هو ذكي لو كان بيعرف يعمل حاجه احنا شطار فيها. When monkey uses a stick as a tool, لما القرد يستخدم العصايه كاداه, we say that this shows intelligence. ده بيبين لنا ان هو حيوان ذكي. طب ليه؟ لان احنا برضه بنستخدم العصايه، فهو لما يعمل حاجه بنعملها يبقى هو ذكي. On the other hand, على صعيد اخر, some birds, بعض الطيور, كم ممكن تطير 4000 of kilometers, ممكن تطير الوف الكيلومترات, but we don't normally all have this intelligence. بس احنا كلنا ما عندناش هذا الذكاء. يعني الطيور عندها نوع من انواع الحاجات اللي بتعملها واحنا ما بنعرفش نعملها، ومع ذلك احنا اذكى منهم. What is different about dolphins? خد بالك السؤال ده, what is different, وكان ممكن اقول لك what is the difference about dolphins, ايه المختلف في الدلافين؟ First, they navigate extremely accurately. هم عندهم دقة شديدة في الترحال. Even in dirty water, حتى وهم ماشيين في المياه القذرة. Relying on sound reflection like bats, بيعتمدوا على انعكاس الصوت زي ما بيحصل بالظبط في حالة الخفافيش. Second, ثانيا, they communicate in ways we don't understand. بيتواصلوا مع بعضهم بطرق احنا ما بنفهمهاش. Both facts and feelings, سواء في فيما يتعلق بالحقائق او الشعور. On dolphins, one dolphin can pass on to another without touching it or showing it something. ولكن الدولفين ممكن يوصل لواحد تاني من غير ما يلمسه او من غير ما يبين له حاجه. They also know, اللي هم الدلافين طبعا يعني زي عاد على الدلافين, يبقى دي اجابه سؤال. When another dolphin is sad, هم كمان بيعرفوا لما يكون في دولفين تاني من اصدقائهم حزين. So evidence suggests that dolphins are both friendly and intelligent. وده بيبين لنا ان هم ناس اذكياء وودودين. But in order to be sure, we will just have to learn. لكن عشان نبقى متأكدين محتاجين نعرف إن أو نتعلم عنهم معلومات. Then we can simply ask them. وبعد كده هنقدر نسألهم أسئلة بقى ونستفيد منهم في الموضوع ده ونعرف هم عندهم مشاعر ولا لا. Animals are described as intelligent if, الحيوان ده ممكن نوصفه إن هو حيوان ذكي لو, من غير ما نقرأ أسئلة كده, لو هو بيعرف يعمل حاجات اللي إحنا شطار فيها. What good at, what good at. طيب they can do things humans are good at. دي الاجابه صح فعلا. طب زي كان دو سينجز زي ار جود ات, بيعرف يعمل حاجه اللي هو مش شاطر فيها. يبقى الاجابه رقم سي الثاني. وات از ترو اباوت دولفينز, ايه الحقيقه عن الدولفين؟ زي كان نيفر ليرن اني ثينج, هم ما بيتعلموش حاجه خالص قد هم بيتعلموا وبقى عندهم مشاعر. زي كيل اذر ايل, بيقتلوا الدولفين المريض الثاني, لا ده هو قال لك لما يكون في واحد سك مريض بيشيلوه عشان يتنفس. زي فير هيومنز, بيخافوا من البشر, ده هم اصدقاء البشر. يبقى الاجابه رقم بي, زي سيف درونينج بيبل, بينقذوا الناس اللي بتغرق. Dolphins see humans as, الدلافين بتشوف البشر او بتحكم على البشر على ان هم ناس helpful متعاونين, ولا exhausting متعبين, ولا boring مملين, ولا interesting ناس شيقة. هو قال لك ان الدولفين are interested in people, يعني مهتمين بالبشر, يعني هو احنا ناس بالنسبة لهم مثيرة. People don't understand how dolphin, الناس ما بيفهموش ازاي كيف ان الدولفين facilitate their journey through water, ازاي بيسهلوا الرحلة. Imitate the sounds, بيقلدوا الاصوات. Stay in contact with each other, بيتواصلوا مع بعضهم. هو ده رقم بي فعلا, ودي اخر جمله في الباراجراف. Dolphins always look forward to, دايما الدولفين بيتطلع الى انه يعمل ايه, being in people's company, ان هم يكونوا في صحبه البشر, ولا work, يشتغلوا في مزارع البشر, ولا suffocating people's near them, ان هم يخنقوا الناس او يموتوا الناس يعني اللي جنبهم, ولا employing people in cooperation, ان هم يوظفوا البشر. المهم الاربع اختيارات دول الاجابه الصحيحه فيهم الاولانيه, ان الدلافين دايما بتهتم بانها تكون في صحبه البشر, in their company. The underlined pronoun زي, كلمه زي اللي تحتها خط كانت بتعود على مين؟ قلنا ان هي بتعود على الدلافين, يبقى دولفينز. When were the earliest report about dolphins made, اول تقرير عمل كان امتى؟ هو قال لك من حوالي 2000 year, من حوالي 2000 سنه. طيب تعال نشوف بقى. Over 20 centuries ago, من 20 قرن 20 100 يعني 2000, يبقى دي الاجابه الصح لانها من 20 سنه, من 2000 سنه يعني من 20 قرن. طب 38, why do dolphins keep a sick person near the surface, هو ليه الدلفين بيشيل زميله المريض ويرفعه فوق عشان على السطح عشان يتنفس, وزاد زي كان بريز نمبر A. For navigating through water, عشان يمشوا ويبحروا في الميه. Dolphins
وات دو دولفينز ديبند اون، بيعتمدوا على ايه؟ هو قال لك ان هم بيعتمدوا في الصوت على في الانتقال على الساوند ريفليكشن اللي هي رقم دي، على الساوند ريفليكشن، ودي تقريبا ثالث جمله في الباراجراف. دولفينز ار فريندلي، اند الدلافين دي حيوانات ودوده وكمان ذكيه، لان هم بيفهموا وبيشيلوا الناس زمايلهم، يبقى كده ودودين واذكياء. طيب، تمتلك مصر تاريخا ثقافيا يجعلها دوله رائده في في العالم باسره. بدايه اول واحده دي غلط. طب ليه؟ ايجيبت از هافينج، از هافينج دي يا فندم معناها يمتلك، ما ينفعش نستخدم كلمه هاف بمعنى يمتلك في المستمر. ثانيا، ذات ميك التاريخ يجعلها، يبقى المفروض كنا قلنا ذات ميكس، يبقى دي كده باظت. الثانيه، ايجيبت هاز ا كالتشرال هيستوري ذات ميكس ات ا بايونيرنج كانتري ان ذا هول وورلد، يبقى دي الاجابه الصحيحه فعلا. طب الثالثه رقم سي، ايجيبت هاز ا كالتشر هيستوري، خد بالك ان تاريخه ثقافي، فانا عايز صفه يبقى كالتشر، دي غلط، المفروض تبقى كالتشرر، مش دي بس اللي في الجمله غلط، ذات ميك المفروض تبقى ذات ميكس، اتس ا بايونيرنج ستيتس المفروض ستيت، ايجيبت هاز ا هيستوريكال كالتشر يعني المفروض تاريخ ثقافي، تاريخ ثقافي، فثقافي الاول بعدين تاريخ، فدي مقلوبه يبقى غلط. ذات ميكس ات ا بايونير المفروض تبقى بايونيرنج ستيت. 42، الاجابه الصحيحه هي رقم دي اللي هي ات ماي بي هارد تو جيت ريجولار ورك ذيس دايز، اللي معناها قد يكون من الصعب الحصول على عمل منتظم هذه الايام. الاجابه اللي بعد الاولانيه غلط. ليه؟ ات ماي بي هارد تو جيت ا ريجولار ورك، انت عارف ان كلمه ورك اسم لا يعد ابدا، يعني كده غلط. عشان الآ، it may be hard to getting المفروض to المصدر، it has become hard to get regular work these days، الجملة كلها صح، بس هو هنا قال لك has become اللي معناها أصبح، لكن في الجملة قال لك قد يكون اللي معناها ربما يكون، فأنا محتاج أكتب في الجملة may. طيب 43، بتاعت الفولكانوز ديت أو فولكانولوجي اللي هو علم دراسة البراكين، الإجابة الصحيحة هي رقم إيه؟ طب الإجابة الثانية كلها غلط. ليه؟ لاحظ أنا بقول لك أتناول علم البراكين تكوين البراكين وتقسيمها بالرغم من تركيبها، ما قالكش بالرغم من تركيبها، قال لك هنا ايه؟ اند كلاسيفيكيشن اوف فولكانو از ويل از، بالاضافه الى، مش بالرغم من. طيب اللي بعدها الثالثه غلط، لانه قال لك وبسبب تركيبها، ما قالكش بسبب، قال لك از ويل از يعني كذلك. الاخيره خالص، التكوين وتوزيع وتصنيف البراكين الى جانب اماكنها، ما قالكش اماكنها، قال لك هنا از ويل از زير ستراكشر اللي هو بنائها وتركيبها. اللي بعد كده 44، الجمله الصحيحه هي رقم الأخيرة رقم دي، اللي معناها نحن في حالة ماسة لجهود العلماء ومنجزاتهم لكي نحيا حياة أكثر راحة. الأولى غلط. ليه؟ لأن لك نحن في حالة ماسة لتجنب سقطات العلماء، ده غلط، قلب الجملة. إننا في حالة ماسة لمحاسبة العلماء، ما قالكش برضه محاسبة، قال لك لجهود العلماء. في حاجة سيئة لجهود ومنجزات العلماء لكي نحيا أقل درجة، حياة سيئة وأقل درجة، دول باظوا. أنا خلصت الترجمة، عايزك تاخد بالك من حاجة. أنا هيثم المدرس اللي بدرس لك وبديك الامتحان، قرأت الأول الأسئلة وفحصتها كويس الأول، وبعدين بعد بقيت متمكن في الأسئلة، وبعدين بدأت أحل. اوعى تعمل زي ما أنا بعمل، أنا بقول لك دي غلط ودي غلط ودي غلط، لأن أنا حليت الأسئلة دي أكتر من مرة، والمفروض إن أنا يعني من كتر التكرار المفروض إن حفظتها. اوعى تعمل كده، أنا بعمل كده عشان الوقت ما يكونش طويل في الفيديو، ها انتبه لذلك. يعني إيه الإيميل يا عم؟ An electronic form of communication، طريقة من طرق التواصل الإلكتروني، هو اسمه electronic mail أصلا، هو بريد إلكتروني. Another way to create coherence، طريقة من طرق إنك تعمل الكوهيرنس في الرايتنج، إيه؟ إنك تكتب باراجرافات طويلة، ولا تكرر المفاهيم الأساسية والأفكار الأساسية، ولا to use، طبعا ده بيكون في الكونكلوجن، to use AI، المفروض تبقى to use transitions بس، ودي الإجابة الصحيحة، تستخدم الترانزيشنز اللي هي زي كلمة and، so، first، وهكذا. احنا ما ينفعش نحط ايه في نهايه الجمله؟ الكولون وانا مغمض عيني، ولا السيمي كولون، لا كولون ولا سيمي كولون. ايه الناريتيف اومنيسنس؟ بص ركز معايا، كلمه الناريتيف اومنيسنس دي معناها السرد الكامل، يعني انك تحكي لي كل تفاصيل الشخصيات والاحداث. ابارت ذا ستوري، نوع جزء من القصه، ولا ذا ديجري تو ويتش، الدرجه اللي الراوي بيعرف وبيغطي كل شيء عن الشخصيه، يعني مثلا معتقداتها ومشاعرها ومشاعر داخليه وخارجيه وثقتها، اكيد ما دام قال لك كونفي يعني يغطي، وهنا قلنا الكلمه دي معناها سرد كامل، يبقى دي صح. ذا تايب اوف باراجراف يوزد تو بريزنت انفورميشن، نوع الباراجراف اللي بيستخدم لتقديم المعلومات والافكار والراي، يبقى ده وصف، يبقى ده شرح وتفسير وسرد، يبقى ده اكس مو اكسبوزيتوري، بيشرح لك ويسرد لك وكده. طب لو قال لك طويل وقصير وسريع وعنيف، يبقى ده اسمه ديسكريبتيف. طب لو قال لك دي قصه وحدوته وبيحكيها لك، يبقى دي ناريتيف. طب لو قال لك كونفينس، يقنع القارئ ويفرض عليك رايه، يبقى ده اسمه بيرسويسيف. ويتش شويس شوز ووردز اند فريزز ذات كود سيجنال كونكلودنج، خد بالك بقى كونكلودنج ايه اللي بيجي في النهايه؟ بيفور تو لونج فور انستنس اند تكست، دي تنفع في البودي. فاينالي ان شورت
في النهاية باختصار لكي نختصر لكي نلخص، يبقى دي فعلا تنفع في الكونكلوجن. اوف كورس اند اجين elsewhere دي تنفع في البودي، فيرست اوف اول تنفع في البودي، يبقى انا كده عندي رقم بي الإجابة الصحيحة. ده يا شباب الامتحان رقم 6 اللي في كتاب اول ان وان بوكليت، الامتحان ده صفحة 81، اتمنى انك تكون ماشي معايا كده بالترتيب 81. ان شاء الله كل يوم هنزل 3 4 امتحانات كذا احنا بنعمل، بس انا الفتره اللي فاتت كان في يومين وقفت فيهم لان لاحظت ان انتم مضغوطين وناس كتير ما تسمعش، فحبيت ان انا اصبر لما تكونوا جاهزين. يعني اتمنى انك قبل ما تمشي تعمل الفيديو لايك، وحاول تشير الفيديو بين زمايلك قد تنفع احدا. وقديما كده كان في مقوله عظيمه كانت بتقول لو انت عايز تفهم حاجه فهمها لزمايلك، ما تكونش خبيث يعني. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.